مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بتاني حلقه من برنامج فولو مي. بكل حلقه من هالبرنامج عم نشوف موضوع اجتماعي معين وعم نشوف نحن وياكم كيف عم يتم طرح هالموضوع عالميا عبر وسائل السوشيال ميديا وخاصه على فيسبوك تويتر ويوتيوب. كمان بكل حلقه عم نكون ناطرين ارائكم ومداخلاتكم بس مش من خلال الاتصال، من خلال الواتساب. فحضروا الواتساب تبعكم واعملوا اد لبرنامج فولو مي على الرقم 00961 7910197، وبلشوا من هلا اذا بدكم جاوبوا على سؤال حلقه اليوم يلي بقول: هل برايكم مواقع التواصل الاجتماعي عم بتساهم بتوصيل رساله يسوع ام بتشويه صورته؟ نعرف دائما انه مواقع التواصل الاجتماعي هي صارت بارت كثير مهم من حياتنا، بقد ايه هيدي المواقع عم بتساهم بتوصيل رساله يسوع المسيح، او العكس اوقات عم بتساهم بتشويه هيدي الصوره وبتشويه هالاسم حتى. نحن هلا كنا طرحين هذا السؤال على صفحتنا على فيسبوك، ورح نبلش نحن وياكم نفوت على صفحة فيسبوك الخاصة بالبرنامج اللي هي سات 7 فولو مي. أول شيء بدي أقول مرسي لل 173 لايكس يلي صار عنا ياهن من أول حلقة، بعدنا بتاني حلقة من البرنامج وصار فيه أوريدي هالقد لايكس. بدي أقول مرسي لكل حدا منكم، وبدنا ننتقل تنشوف نحن وياكم هلا أجوبتكم أو البعض من أجوبتكم على هذا السؤال. رح بلش مع جواب جوزيف زينون. جوزيف بيقول: طبعا وسائل التواصل الاجتماعي بتساهم بتوصيل رسالة يسوع وفيها كمان تشوهه. الموضوع وقت بيتطلب حكمة معينة، وبقول هو علينا ننتبه نحن شو بنعرض للعالم، لأنه فينا نكون عم نعطيهم جواب عن الرب يغير لهم حياتهم، وفينا كمان نعسرهم. غير جواب جوزيف رح نطلع شوي أنا وياكم تنشوف جواب رافي يلي بيقول: مع الأسف وألم شديد نسبة قليلة كتير، لأنه بالنسبة لرافي الأكترية عم يعتمدوا أنه عندهم يسوع مثل ما كانوا بالعهد القديم يعتمدوا أنه هن أبناء داود. ساندي دولي من مصر بتقول أنه هي شايفة أنه هالمواقع أو مواقع التواصل الاجتماعي عم بتساهم بتشويه رسالة يسوع أكثر من التوصيل لعدة أسباب. سالي عم بتقول لكل شيء إيجابياته وسلبياته، بينما سيلفيا عبد الملك عم بتقول: طبعا بيكون ليها دور كبير، بس المسؤولين عن الشبكات دي مش مقدرين قيمة رسالة المسيح يلي عم بيشوهوها للأسف. عم نشوف انه في عنا شوية تشاؤم من متابعينا على صفحة فيسبوك، او عم بيشوفوا اكتر انه هالمواقع عم بتساهم بتشويه رسالة يسوع اكتر من توصيل الرسالة يلي كلنا هدفنا نوصلها. على فيسبوك صفحة جيزوس ديلي هي صفحة عليها لحد هلا اكتر من 23 مليون لايك. هيدي الصفحة بتعرف عن حالها بجملة واحدة بتقول: لايك If Jesus is love، او اعملوا لايك للبيج تبعنا اذا برايكم يسوع هو محبه. عبر جيسوس ديلي فينا نشوف عده صور، ابرزها صوره هذا الزلمه بالهند يلي عم بطعمه هوملس او متشرد، وصوره زلمه اخر كمان عم بساهم باطعام متشرد. وهون عم نشوف اكثر على جيسوس ديلي بيعتمدوا كثير على الصور وبيحكوا كثير عن كيف فينا نطبق رساله يسوع المسيح بحياتنا اليوميه من خلال مساعده الاخر، من خلال الاستماع للاخر، ومن خلال انه نكون نحن سبور او دعم معين لاشخاص حتى لو كنا ما بنعرفهم. من فيسبوك رح نروح انا وياكم على تويتر. هاشتاج جيزس على تويتر بيخدنا على عده تويتس، ابرزهم انا بالنسبه لي لفتني موضوع كثير لذيذ او جمله كثير حلوه بتعرف عن يسوع المسيح بسطرين، بتقول: انا خاطئ هو سامحني، بتعثر وبوقع هو بلمني، انا ضعيف هو بقويني، انا فارغ هو بمليني. هيدا جيزس بالنسبة لجيريد هاتسون على الموقع الخاص فيه على تويتر. تويت أنا شخصيا لفتني كتير، وأنا شخصيا حبيته كتير لأنه تويت بيحكي مظبوط عن يسوع المسيح باختصار. للأسف مش كل تويتس أو مش كل المواقع على تويتر هالقد إيجابية وهالقد بتحكي عن يسوع المسيح بإيجابية. إذا منحط هاشتاج جيزس على تويتر منشوف أكثر ثلاث مواقع بيحكوا عن جيزس كرايست أو عن يسوع المسيح، ومنشوف أول واحد فيهم اسمه آت جيزس، يعني الاسم نعرف نحن على تويتر لما حدا بده يعمل اكاونت معين بياخذ الاسم الاول. فالاسم الاول يلي اخذوه آت جيزس هو لموقع للاسف ما بيحكوا ابدا بالمنيح عن جيزس. هذا الموقع على تويتر او هالحساب على تويتر يلي عنوانه جيزس كرايست في عنده حوالي 570 الف فولوور، وكلهم بيحكوا بتهكم وبسخريه عن يسوع المسيح. وشيء مؤسف جدا انه نلاقي انه هيدا اكثر اكاونت بيحمل اسم جيزس في عليه فولوورز على تويتر. من التويتس اللي إلينا تويتس بصراحة أنا بالنسبة إلي كتير مزعجين، فبفضل ما فوت فيهم على الهواء وما نحكي عنهم كتير، بس حبيت ألفت نظر الناس أنه في عنا مواقع أو عنا أكبر موقع أو أكبر حساب
على تويتر خاصه بالجيزس هو للتهجم على جيزس، مش لحتى نحكي عنه بالمنيح او مش لحتى نوصل رسالته، بل بالعكس لتشويه صورته. من الاشياء المنيحه على تويتر او من الاكونتس المنيح يلي كثير فيكم تاخذوا منهم غنى روحي معين، all about Jesus. All about Jesus بيحكوا دائما we tweet the amazing words of Jesus مثل ما بيقولوا، اذا بتلحقوا جيزس او اذا بتتبعوا جيزس تبعونا. من التويتس الحلوين يلي بنشوفهم هون عدة اشياء بتقول هافن، يعني الملكوت هو مثل حبة الخردل اصغر من كل الحبوب، بس وانس بيكبر بصير اكبر شجرة. عدة تويتس بيعملوهم all about Jesus من الانجيل، وحتى بيعملوا كمان تويتس لغير اكاونتس على تويتر. في اكاونت اسمه Psalms and Proverbs بيحكوا بس عن الامثال وعن البسالمز، وفي بايبل اس تحكينا دايما عن مقتطفات من الكتاب المقدس وبيتداولوها مع العالم، وكل حدا بكون بحاجة لتعزية عن موضوع معين فيفوت على الأكاونت تبعهم وينبش على الجمل أو على آيات من الإنجيل يلي بعزو. إذا رحنا على يوتيوب وحطينا كلمة جيزس، من الفيديو اللي بيطلعوا لنا هو فيديو من إنتاج سات سفن، هو فيديو لترنيمة بعنوان المسيح قام من غناء الفرسان الأربعة، والفيديو هو فلاش موب انعمل بسيتي مول بلبنان ببيروت من سنتين تقريبا بمناسبة عيد القيامة أو عيد الفصح. نحن وياكم نشوف هلأ هالفيديو يلي في عليه لحد هلأ أكثر من 718,000 لايك، عفوا 718,000 فيو، ومنشوف نحن وياكم هلأ ترنيمة المسيح قام لكان من الفرسان الأربعة ومن إنتاج سات سفن. فلنفرح ولنتهلل به، المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christos anesti epne kron thanaton thanaton batisas ketis entis nimas izoi ftaris amenos. Messiah qama min bayn al amwat wa wati al mawt bil mawt wa wahaba al hayat lil ladina fil qubur. Messiah qama min bayn al amwat wa wati al mawt bil mawt wa wahaba al hayat lil ladina fil qubur. Messiah qama صفر صفر تسعة ستة واحد سبعة تسعة واحد صفر صفر واحد تسعة سبعة. ناطرين جوابكم أو أجوبتكم على سؤالنا اللي بقول هل برأيكم مواقع التواصل الاجتماعي عم بتساهم بتوصيل رسالة يسوع أم بتشويه صورته؟ بعد الأجوبة صاروا هون، إذا حابين نقرأ نحن وياكم أجوبتكم أو حابين نشوفوا أجوبتكم عم تنقرأ باستوديو فولو مي، انطرونا دغري من بعد البريك. سبع أجوبة لحد هلا وصلتنا على رقمنا الخاص بواتساب 961-7910-1097. رح نبلش نقرا نحن وياكم هالأجوبة. رقم 962 يعني من الأردن بقول كتير حلو البروجرام، God bless you all، مرسي كتير، ودايما بطلب منكم بليز تحطوا اسمكم ومن أي بلد عم تحكونا لحتى نعرف أكثر مع مين عم نتواصل، لكن تعودنا أكيد عليكم أنتم كمان تعودتوا علينا. رقم تاني من مصر هالمرة بقول نايس بروجرام، ثانك يو، عم حب كتير انه عم تحبوا برنامجنا، متمنى اكتر اكيد جاوبونا على سؤالنا. في عنا من الاردن بقول مساكن ورد، الرب يحفظكن، انا موفق مخيل دبابني من عمان الاردن، برنامجكن كتير شيق ومفيد وانا من مشاهدين القناة وهي مفضلة لعندي وعند اولادي، الرب معكن الى الامام. مرسي كتير لك موفق، رب معك اكيد ومع اولادك ويحفظكن كلكن. عنا رقم من مصر بقول مساء الخير،
انا كنت عايز لينك البرنامج، عم جرب اقرب من مصر شوية، على الفيسبوك عشان اتواصل معاكم، لكن صفحتنا على فيسبوك هي www.facebook.com/7follow me. بتقول البرنامج جميل جدا وربنا يبارك خدمتكم. مرسي كتير لأليك. عنا كمان مسج من الأردن بيقول الرب يبارككم ويبارك كل عمل بتقدموه على شاشتكم، أنا من معجبين جدا بكم. وفي عنا رقم من لبنان بيقول، سارة من لبنان بتقول هلو، I think social media، أنا برأيي مواقع التواصل الاجتماعي فيها تشوه صورة يسوع المسيح وفيها تساعد بأنه نوصلها أو ننشرها بالعالم. للأسف حاليا تشويه صورته هو أكتر powerful أو أكتر قوة. هذا الشيء أكيد شفناه يا سارة على تويتر، لما منشوف أنه أكتر موقع بيحكي عن يسوع هو موجود لتشويه الصورة. بس أنا أكيد أنه مثل ما فيها المواقع السيئة، في أكيد كمان مواقع كتير منيحة رح نحكي عنها بسياق الحلقة ومنا على فيسبوك. بس قبل ما نشوف هالمواقع على فيسبوك رح نرجع نفوت مرة جديدة على صفحتنا الخاصة بالبرنامج 7follow me تنشوف البعض من أجوبتكم. نور سمير بطرس، نور اللي هو صار زميلنا الجديد ببرنامج من إلك اللي شفناه هالخميس الماضي، نور بيقول اليوم انتشرت الجروبات المسيحية وصارت دايما كل جروب عم بفرجي الإيمان على طريقته. نور بالنسبة له انه هالقصص اكيد سيئه اذا نحن ما قدرنا نعمل كنترول عليها، ونور بشوف انه اهم شيء بيجمعنا نحن كمسيحيه هو انه نكون كلنا مع بعضنا، يكون عنا وحده كتير كبيره وتكون محبتنا لاجلنا لاجل البعض تكون كبيره. اكيد نور مرسي كتير على كلامك الحلو، وان شاء الله يا رب كلنا بنوصل للي انت عم بتقوله. جواب تاني ملفت كتير من جوزيف حنا، بقول برأيي السوشيال ميديا هي أفضل طريقة أو واحدة من أفضل الطرق لحتى نحكي عن يسوع، لأنه المسج أو الرسالة في يوصل لأكبر عدد من الناس لما منحكي عن الحقيقة بكل وضوح. بات بكبير يعني، بس هذا الشيء بيعتمد على مين اللي عم يحكي، لأنه وقت في كتير ناس بكونوا من برا عم يحكوا عن يسوع بس هن عم بيقودوا الناس غلط صوب مبادئ إيمانية مخطئة. فأهم شيء لما الواحد بيجي يحكي عن يسوع المسيح على السوشيال ميديا خاصة، لأنه هالشيء عم يوصل لأكبر عدد من الناس، برأي جوزيف حنا أنه لازم يكون منتبه كتير، لازم دايما يكون مركز على أشياء أخذها من الإنجيل أو من كلام يسوع المسيح. أكيد جوزيف كتير حلو جوابك ونحن معك بكل شيء قلته. رح نضل بأجواء فيسبوك بس ننتقل من صفحتنا لصفحة بعنوان Digital Bible. هالصفحة في عليها حوالي 9 مليون لايك، بتحكي عن مقتطفات مثل ما اسمها بقول، مقتطفات من الإنجيل. واللذيذ فيها كتير أنه غير أنه فيها مقتطفات من الإنجيل، فيها مشاركات صلاة لناس عم بيشاركوا اختباراتهم وصلواتهم مع غيرهم، مثل هالصلاة اللي كتير حلوة اللي أنا شخصياً كتير حبيتها. بتقول نشكرك يا رب على بدايات جديدة، نشكرك على أمل جديد وعلى وعودك يلي ما بتخلص. نحن من مجدك دايماً لأنك هالقد مقدس، هالقد عندك نعمة وهالقد محب بالرغم من خطايانا. نعطيك أنفسنا يا رب، وبليز استعملنا وخلينا دايما عم نركز على حبك باسمك يسوع المسيح. أمان أمان أكيد على هذه الصلاة الحلوة وعلى كل الصلوات الحلوة اللي فيكم تشوفوها على ديجيتال بايبل. عملوا لايك للبيج لأنه أنا أكيد أنه رح تكون عزاء كتير مهم بحياتكم اليومية. ننتقل من صفحة ديجيتال بايبل، رح نرجع هلأ نحن وياكم على تويتر. على تويتر هالمرة عم نحكي عن أكاونت بعنوان God Jesus. هذا الأكاونت أنا اللي لفتني فيه كتير أنه مش بس بيحكي أو بياخد آيات من الإنجيل، بل هو بجرب يفسر نحن كيف فينا نطبق هالآيات بحياتنا اليومية. كتير حبيت أول تويت منشوفه بهذا الأكاونت، بقول God has never stopped being good, we've just stopped being grateful. أو الله ما بحياته وقف يكون منيح، نحن اللي وقفنا نكون ممتنين لشغل الله بحياتنا. على صفحة تانية لنفس الأكاونت أو تويتس تانيين بقول لما البايبل بقلك تفرج وصلي، هالشي ما بيعني تفرج وانتقد أو تفرج وحكيه بالسوق أو تفرج وحكوم. كتير حبيت الفكرة كتير، لأنه قدين نحن منلاقي ناس بحياتنا اليومية وقت نحن كمان منكون منهم، منكون من برا عم نحكي عن يسوع المسيح ومنكون كل الناس شايفين يسوع المسيح فينا، بس نحن من جوا منكون كتير عم ننتقد غيرنا، عم نحكي عن غيرنا. وقت إشي صغيرة نعملها بحياتنا اليومية فيها تشوه صورة يسوع، لأنه اللي عم بشوفنا إذا نحن مزبوط مسيحيين كل شيء بنعمله بنهارنا في يشوه هيدي الصورة. بقى مثل ما شفنا الأكاونت بالأول على تويتر يلي بيشوه صورة يسوع، أنا برأيي بعد في شيء أخطر، هن الناس يلي بكونوا عم يحكوا عن يسوع ظاهريا بس بكون باطنهم ما خصوا بيسوع، وهالشي بينعكس على تصرفاتهم. بقى أنا بالنسبة لي هذا الشيء بيأذي يسوع أكتر، لأنه الأكاونت يلي عم نشوف أنه هن ضد يسوع فينا نعرف أنه ضده، بس يلي من برا ظاهريا مع يسوع بس بيعمل إشياء
ضد هالمبادئ، ضد يسوع شو قالنا، وضد وصايا يسوع مثل تقبل الآخر، مثل ما تحكم على غيرك، مثل ما تدين لحتى ما تندين. كل هالأمور لازم نطبقها بحياتنا، لأنه ساعتها إذا ما عملناها بنكون نحن عم نشوه صورة يسوع أضرب بكتير أو أسوأ عفوا بكتير من الناس يلي هن مبينين أنه هن هدفهم بالحياة يشوهوا صورة يسوع. رح ننتقل هلأ من تويتر على مش يوتيوب هالمرة، على جودتيوب. جودتيوب إذا بدكم هي الفيرجن أو النسخة المسيحية ليوتيوب. الحلو كتير بجودتيوب إنه في عندهم عدة أنواع فيديوز، في فيديوز مسيحيين، في ميوزك فيديوز، في مينستري فيديوز للخدمة. أنا بالنسبة لي مينستري فيديوز كانوا كتير حلوين لأنه بفرجونا كتير عن الناس اللي عم تخدم وين ما كان بالعالم، وعن المشاكل اللي عم بيواجهوها، وعن قديهن متمسكين بكلمة الله وقديه حابين يوصلوا هالكلمة لأكبر عدد من الناس، وهذا الشيء مصدر واحد كتير كبير لقلنا كلنا فيكون. من هالإنسبريشنال فيديوز أو من هالفيديوز اللي كتير حلوين، في فيديو لبنت كان عمرها 12 سنة بوقتها، أمها ملحدة، رسمت أشياء كتير غريبة، غريبة بالنسبة لعائلتها الملحدة بس مش غريبة كتير بالنسبة للناس اللي بيعرفوا عن شو عم نحكي. إذا حابين تتعرفوا معنا على هالفتاة بعمر 12 سنة منشوف نحن وياكم الفيديو تبعها يلي صار لحد هلأ في عليه حوالي 80 ألف فيو، وهو ريبورت عملته عنا CNN. إذا حابين تعرفوا أكثر هالبنت بعمر 12 سنة كيف كانت وشو كانت ترسم من هي عمرها 5 سنين، تابعوا معنا هذا الريبورت. A self-taught artist who says her inspiration comes from above. Paintings that are spiritual, emotional, and created by a 12-year-old prodigy. This painting is called Father Forgive Them. I've completed this painting at the age of 9. Her name is Aki Anna. She picked up the brush when she was just 6 years old, but the visions, what she calls inspiration from God, started when she was just 4. The first time when she came to me, I knew it was real to her what she was saying, the visions of God and things she had seen, places that she has visited. She began to describe to her mother in great detail her visits to heaven. All the colors were out of this world. There are hundreds of millions of more colors that we don't know yet. And the flowers were crystal clear. Her mother, remarkably, was an atheist. The concept of God never discussed in their home. And I explained to her, you have to believe me, this is a different way, a way that's so mysterious that God wants me to go through. To 4-year-old Aki Anna, God quickly became a part of her daily life and eventually became a part of her family's life too. I think that God knows where he puts our children, each family. Aki Anna describes God as vividly as she paints him. God looks to me like a bowl of light. He's pure. He's really masculine, he's really strong and big, and his eyes are just beautiful. أكي أنا قالت إنه هي بتشوف الله مثل نور ساطع وقوي، إن شاء الله أكيد هالنور بيسطع عليكم وعلى كده الناس اللي بتحبوهن. نحن رح نتابع حلقة اليوم من فولو مي، بس قبل ما نكون مع بريك رح أقرأ رسالتين وصلنا على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. هاي، أنا بعتقد إنه التواصل الاجتماعي كتير بفيد بتوصيل رسالة يسوع، بس إذا استخدمناه بالطريقة الصحيحة. رقم لبنان، بتمنى أكيد نحن قريح، بس مثل ما عم ذكركم تقولوا اسمكم تنعرف أكتر مين اللي عم يحكي معنا. في عنا هون رقم من مصر، أنا ماري من مصر. ماري بتقول البرنامج كتير رائع وشايفة إنه مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بنسبة كبيرة بالتعرف على المسيحية الحقيقية والتقرب من يسوع المسيح، وهي بتساعد على نشر طلبات الصلاة وخاصة الفيسبوك. رأيكم مثل ما قلت بهمنا كتير، لهالسبب ناطرين دايما مداخلاتكم على رقم الواتساب. متابعين حلقة اليوم من فولو مي، انطرونا راجعين من بعد هيدا الفيديو، من بعد البريك اللي قبله رح نشوف بس من جودتيوب بنت صغيرة كتير عمرها تقريبا 2 عم بترنم على طريقتها الخاصة. منشوف البريك ومنشوف الفيديو ومن بعده دغري البريك، ومن بعدها اكيد منتابع حلقة اليوم من فولو مي.
رجعنا من البريك ورح قلكم اسم ويب سايت تحفظوه كتير منيح www.sharikonline.com. هذا الويب سايت اللي هو شارك أونلاين هو بعرف عن حاله بثلاث كلمات: ابحث، اكتشف، شارك. لحتى نعرف أكثر عن شو بدنا نبحث وشو عم نشارك، معنا على الاتصال أشرف بخيت يلي هو المؤسس تبع شارك أونلاين يلي هو أهم ويب سايت عربي مسيحي. أشرف، مساء الخير. مساء الخير، أهلا نيكول، كيفك؟ الحمد لله، كعمل إيه؟ تمام الحمد لله. أول شيء يعطيكم العافية على الشغل الحلو بشارك. مرسي كتير أشرف، ويعطيكم العافية على شغلكم الحلو كتير بشارك أونلاين. ثانك يو، ربنا يخليك. أشرف، خبرنا أول شيء، بس هيك عنا حشرية كتير كبيرة، نعرف كيف إجت عبالكم الفكرة، يعني كيف قررتوا تأسسوا شارك أونلاين؟ إحنا كانت الفكرة جاية الأول من اهتمامنا وتسليحنا في السوشيال ميديا، واحدة من أهم الطرق اللي المسيحيين المؤمنين يقدروا يشاركوا بيها إيمانهم ويقدروا يعبروا عن الإيمان دوت ويعكسوه، مش بس في حياتهم العملية وفي الدوائر الطبيعية اللي هم بيعيشوا فيها، لكن كمان في النتوركس المتكونة من الفولورز أو الفانز بتوعهم على البيجز أو على التويتر أو أصدقائهم العاديين حتى اللي على فيسبوك. زي ما أنا أقدر في شغلي أكون نور وملح للمسيح في العالم، أقدر كمان أكون لعيلتي ولجيراني، وأقدر كمان أكون على السوشيال ميديا بتاعتي للفولورز وللفانز وللناس اللي أنا بعرفهم وبتكلم معاهم. حلو كتير الفكرة. هلأ رح نشوف كمان أهم طريقة في التواصل بالميديا باستخدام الانترنت هي الشورت فيديوز. فدورنا لقينا انه تقريبا ما كانش حد مهتم خالص انه يعمل حاجات معموله خصيصا للاستخدام على الانترنت من خلال يعني فيديوز قصيره لها مغزى كاتشي اللي يتفرج عليها يحب يتفرج عليها لغايه الاخر وتوصل الرساله باختصار وبطريقه بسيطه. نجحت كتير على فكره بهذه الفيديوز، مهتم يعمل دوت، فابتدينا ننتج فيديوز ونتواصل مع ناس مهتميه بانتاج الفيديوز القصيره، وابتدينا نكون نتورك مش بس في مصر لكن في العالم العربي، وجزء منهم في لبنان، من ناس متخصصين مهتمين يعملوا النوع دوت من الفيديوز، وحطيناها على الموقع وكلاسيفايد بحسب توبكس معينه. انا اللي لفتني كتير كمان على الويب سايت هو اذا فينا نشوف هلا الصوره من الويب سايت تبعكم، في مطرح بتقولوا فيه: هل وجدت فيديو او صوره تساعدك على مشاركه يسوع عبر الانترنت؟ شارك الان. يعني في مين مكان يعمل ارسال، في يرسل مين مكان يبعثكم او يعمل ابلود لفيديو او لصوره معينه. هذا الشيء بخلي الناس اللي عم بتتابعكم مش بس تكون عم تتابع انتم شو عم بتفرجونا، بل كمان هي تكون كمان عم بتشارك ايمانها مثل ما اسم الويب سايت تبعكم. خبرنا اشرف بس هيك على السريع، بتلاقي انه في كثير ناس، انت بحكم يعني بحكم انك اونلاين، هل بتشوف انه اكثر الانترنت عم يستعمل لحتى نوصي صوره يسوع ام باوقات كثير عم بشوه صوره يسوع المسيح؟ طبعا ده سؤال كبير قوي نيكلس، بالمختصر جدا هو ممكن يساهم في تشويه صوره يسوع بالتاكيد، لكن كمان ممكن يساهم في ان انا اطلع الصوره الحقيقيه الجميله بتاعه ربنا اللي انا اعرفها واللي انا اختبرتها في حياتي. وده يقودني ان انا اقول لك ببساطه انه كل اناء ينضح بما فيه، فكل صحيح. واحد فينا بيطلع الحقيقه بتاعته، بيطلع الرياليتي، بيطلع الهويه الحقيقيه بتاعته، يقصد او ما يقصدش، مخطط او مش مخطط قدام الناس اللي هو بيتواصل معاهم. فكل واحد مننا بيطلع حقيقته. لو انا حقيقتي ان انا عندي اختبار حقيقي قوي، انا مليان بمحبه المسيح ومشتعل بالعلاقه دهيت وبحبه ومليان بفكره هو بيحبني ازاي وعايش لي، وعندي اختبار حقيقي قوي في حياتي، ده هيطلع غصب عني في اختياراتي. كل مره بدوس شير او بدوس لايك او بكتب كومنت او بختار اني احط ستيتس معينه، احط ستيتس بتعبر عن الحقيقه دي اللي جوايا. لو انا بحاول اعمل حاجه شكليه، انا بحاول اعمل حاجه شكلها هيبان قدام الناس ان انا بين قوسين مسيحي، في الاخر مش هقدم حاجه حقيقيه ومش هقدم حاجه مؤثره بصحيح تقدر تلمس حياه حد بمحبه المسيح 100%. انا بدي اشكرك كثير على مداخلتك اشرف، وانا اللي بهنيك عليه كمان كثير، مش بس الويب سايت اللي عم تعملوه، هو فكره قد ايه انتم عم بتشجعوا الناس انه مين ما كان، اذا بدك مثل ما قلت انت كل اناء هو بخبر عن اللي جواه، بس كثير حلو كمان انتم قد ايه عم بتشجعوا الناس تخبر على جواتهم عبر الانترنت، وخاصه على موقعكم شارك اونلاين. لدي وقت اليوم في عنا اخر فيديو بحلقه اليوم، ما راح نشوفه هلا، بس بدي اطلب منكم تشوفوه، فوتوا على يوتيوب اكتبوا كريستوفر دوفلي، رح نشوف سوا هلا الصفحه. هيدا صبي عمره 10 سنين، هو كفيف يعني ما بيقشع، وهو عنده مشكله التوحد، عم برنم غنيه Open the Eyes of My Heart Lord. عم نشوف انه كريستوفر
بالرغم من عيونه ما بيقشعوا، ما عم بيرنم او ما عم يطلب انه عيونه يقشعوا، عم يطلب انه قلبه يقشع، قلبه يقشع يسوع المسيح. انا شخصيا هذا الشيء كثير اثرني. هذا الفيديو في عليه اكثر من 3 مليون فيوز. نحن رح اترككم مع الفيديو وانتم تشوفوه ببيتكم، ورح اودعكم بحلقه اليوم على امل نشوفكم بالاسبوع الجاي. سؤالنا لحلقه الجاي بقول: هل برايكم قد ايه بتامنوا انه الصلاه فيها تغير مجريات الاحداث؟ هذا كان كل شيء بحلقه اليوم. انطرونا بالحلقه الجايه من فولو مي نهار 3 الساعه 8 المساء بتوقيت بيروت. ميرسي لان كنتم معنا اليوم. باي.